المملكة تتقدم دول مجموعة الـ20 على عدد من المؤشرات في المجال الأمني، كيف استطعتم تحقيق ذلك؟ مساء الخير لك أخي محمد على الاستضافة في قناة العربية نشط الرابع ولكل من يشاهد نشط الرابع. أخي محمد، هذه المؤشرات الأمنية التي حققتها المملكة لم تكن تتحقق إلا بوجود قيادة حكيمة وضعت الأمن على أولويات هرم الاهتمام بدعمها لأركان الأمن وتوفير كل ما يعززه ويقوي بالكفاءات والوسائل التقنية الحديثة المتطورة، حرصا على سلامة الوطن وممتلكاته وحفاظا على أرواح المواطنين والمقيمين كذلك الزائرين. أؤكد لك أن الهدف الأساسي ليس تحقيق هذه المؤشرات، بل أن الهدف هو استتباب الأمن، ومن خلال الهدف الرئيس تم تحقيق هذه المؤشرات بفضل الله تعالى. ذكرت أخي محمد بالتقرير أن المملكة في مؤشرات الأمن الدولي حصلت على الأولى في نسبة السكان الذين يشعرون بالأمن أثناء سير فرض ليلا، أؤكد لك أنها الأولى على الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي، وكذلك الأولى من دول مجموعة الـ20. أما ما يخص المؤشر الأمني، هي حصلت على الأولى على الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي والثالثة من بين دول مجموعة الـ20. ما يخص مؤشر ثقة المواطنين بخدمات الشرطة، الأولى على الدول الخمس دائمة العضوية من مجلس الأمن الدولي والأولى من بين دول مجموعة الـ20. ما يخص مؤشر كذلك ضبط الجرائم المنظمة، الأولى على الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي، كذلك حصلت الثانية بين دول مجموعة الـ20. بفضل الله تعالى نشاهد هذه المؤشرات، ولم يتم تحقق إلا بوجود قيادة حكيمة وضعت أولويات هرم الاهتمام بدعمها لأركان الأمن وتوفير في كل ما يعززه. طيب، إذن المرتبة الأولى وعلى أكثر من مؤشر، ولكن يعني ماذا يعني ذلك عموما؟ ماذا يعني أن تكون المملكة في المرتبة الأولى حسب تلك المؤشرات؟ يعني المؤشرات أخي الكريم ولجميع من يشاهدنا إلى كفاءة الأجهزة الأمنية بفضل الله تعالى. رجال الأمن بمختلف القطاعات الأمنية يتمتعون بالكفاءات ومهارات عالية لتنفيذ مهامهم المختلفة في كل مناطق المملكة، بل في كل مدينة ومحافظة ومركز، لحفظ الأمن وحماية الأرواح وتقديم الخدمات للمواطن والمقيم والزائر، ذلك بدعم ومتابعة من سمو سيدي وزير الداخلية. هذه المؤشرات أخي محمد تعني انخفاض أعداد الجرائم مقارنة بأعداد السكان، تعني شعور الناس بالأمن والسلامة، كذلك تعنى يعني شعور الناس بالأمن والأمان وقرب رجال الأمن منهم والتفاعل والاحترام العالي للمواطن والمقيم والزائر للخدمات المقدمة من قبل وزارة الداخلية متمثلة بقطاعتها الأمنية، كذلك تعنى وتعني كفاءة وسرعة الاستجابة من قبل الجهات الأمنية لكل من شأنه حفظ الأمن والأمان والسلام. أخي محمد، في نقطة لابد من الإشارة إليها وهي الاستثمار في التقنية، ليس فقط في فترة كورونا في العام 2020 وإنما لفترة سابقة، كيف ساهمت هذه التقنية في إيصالكم إلى هذه المراتب المتقدمة؟ المملكة العربية السعودية أعطت مثال عالي في جائحة كورونا في تقديمها الخدمات الإلكترونية وتقديمها صحة المواطن والمقيم والزائر على أولوياتها في دعمها لا متناهي في هذه الجائحة. ولكن فيما يتعلق بوزارة الداخلية، المملكة العربية السعودية ممثلة بوزارة الداخلية تسعى دائما لتسخير التقنيات الحديثة لخدمة الإنسان، والتي كان آخرها أخي محمد تدشين مركز العلامات الأمنية الموحد 911 في منطقة الرياض، والذي يعد هو من أهم المبادرات تم تنفيذها من قبل وزارة الداخلية بالتعاون مع برنامج جودة الحياة تحقيقا لمستهدفات برنامج رؤية المملكة 2030. وأؤكد لك أنه هذا المركز معد على وفق أحدث التقنيات لتلقي البلاغات الأمنية الطارئة، والذي يعد الثاني من نوعه على مستوى المملكة، ويختص باستقبال جميع المكالمات الطارئة الخاصة بالجهات الأمنية، الأمن العام وممثل بقطاعات الفرعية المرور وأمن الطرق، كذلك القوات الخاصة لأمن الطرق والدفاع المدني والقوات الخاصة لأمن البيئي، القوة الجديدة التي تحافظ على استدامة جميل. البيئة. إذا استثمار مستمر في التقنية، ولكن سؤال أخير مقدم طلال وإجابة مختصرة لو تكرمت، ماذا بعد ذلك؟ هل ستواصلون استراتيجية معينة أم ستكتفون بالوصول إلى هذا المركز الأول؟ ستواصلون
يعني الحفاظ على هذه المراكز ضمن المؤشرات الدولية والاستثمار في التقنية، أم أن لديكم استراتيجية بعيدة عن تلك المؤشرات وأهداف تلك المؤشرات الدولية؟ أنا ذكرت لك في بدايتي أنه الهدف الرئيسي هو استتباب الأمن، فاستتباب هذه المؤشرات ليس هدفنا الأساس، إنما هو حفظ الأمن. وأكد لك أنه لا يوجد بمفهومنا بوزارة الداخلية ملف يهمل أو قضية ضد مجهول. يوجد جهات الأمنية، في الجهات الأمنية إدارات مختصة لمتابعة هذه القضايا وحتى يتم القبض على مرتكبيها، حتى لو بعد مرور وقت وسنة وسنوات من حين ارتكابها. الجهات الأمنية بكل شفافية تنشر كافة النتائج الخاصة بهذه القضايا، وأشير للمشاهدين عبر قناتكم أخي محمد دائما ما كنتم ودوما تنشرون الفقرة الخاصة في ما ينشر على حساب وزارة الداخلية أو جهات الأمنية في فقرة الخاصة بمادة تم القبض الخاصة في قبضة رجال الأمن. هذا دليل أساسي ورئيسي أنه وزارة الداخلية مستمرة في تطبيق الأمن، وكل من تسوي لنفسه لا يتوقع أنه سيأتي يرتكب الجريمة وسوف لن يتم ضبطه. ما يتم نشره يؤكد لك، وهذه المؤشرات تؤكد على هذا الشيء.